اللي حصل النهارده هو احنا الحقيقه اليوم منقسم الى قسمين اساسيين. القسم الاولاني اللي احنا انتهينا منه اللي هو اطلاق الرؤيه المستقبليه والخطه الاستراتيجيه للتعليم العالي في مصر والبحث العلمي، وده الحقيقه عايز اقول دايما بمشاركه المجتمع المعني بالتعليم العالي والبحث العلمي. علشان كده احنا كنا ابتدينا ورش عمل مختلفه خلال الفترات، ويمكن احنا اثناء العرض قلنا احنا قعدنا مع مين، عرضنا ايه، وايه رد الفعل اللي جاي من شركاء الحقيقه الرؤيه والخطه. في الحقيقه اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم والبحث العلمي اليوم هو حدث بالغ الاهميه، وفي البدايه اهنئ معالي الوزير الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور على اطلاق هذه الاستراتيجيه التي تقوم على ابعاد متعدده وبالغه الاهميه، ومنها التعاون مع مختلف وزارات الدولة من أجل تحديد احتياجاتها من التعليم ومن الخريج اللي هو بيمثل المخرج للتعليم العالي في زي وزارات الصناعة والزراعة والاتصالات والصحة والتخطيط والمالية. كل دي وزارات مهمة جدا ولازم تحدد احتياجاتها، وده اللي فعلا تم فيه مراعاته في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم. الاستراتيجية دي مش بس على التعليم العالي، ده التعليم العالي هو مدخل في كل حاجة بعد كده. يعني احنا بناخد مخرجات التعليم قبل الجامعي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدخل تعليم عالي عشان ترجع تاني تبقى هي العنصر المحرك والمغذي لكل القطاعات وكل الوزارات في مصر بحالها. فالحقيقة فالاستراتيجية دي مهمة لأن انعكاساتها بتتم على مجمل الحياة في مصر ومجمل سوق العمل المطلوب. فالحقيقه احنا حضرتك شفتي النهارده ان في الاستراتيجيه تم عرض 5 محاور رئيسيه تتكلم عن اهمها تطوير البرامج اللي موجوده واحداث برامج بينيه وبرامج نوعيه جديده عشان تخدم سوق العمل. طبعا دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، اظهار يعني ابراز هذه الاستراتيجيه، وجود كل هذه الكوكبه من رؤساء الجامعات والساده الوزراء والمراكز البحثيه كان حاجه مهمه جدا، لان احنا ده معناه ان احنا كوزاره تعليم عالي وبحث علمي ما مش بنشتغل لوحدنا، ولكن احنا بنخدم كل المجتمع، لان لا توجد دوله في العالم تتقدم بدون التعليم العالي وبدون البحث العلمي. وجود الجامعات وعمل الشراكات ما بين هذه الجامعات بحيث ان احنا يبقى عندنا خطه واضحه ازاي انا بخرج الخريج المناسب لسوق العمل، ازاي بربط سوق العمل بالصناعه، ازاي بربط الجامعات بالصناعه، ازاي بربط البحث العلمي اللي انا بعمله بالصناعه وباحتياجات المجتمع، ده كان شيء واضح جدا. الاستراتيجيه بتاعكم تغير في التوجه اللي موجود حاليا أو اللي كان موجود سابقا، لأن هو التركيز على التكامل بين كل المؤسسات اللي بتقدم تعليم داخل مصر، سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو جامعات أفرع جامعات أجنبية، كل دي بتتكامل مع بعض لتقديم خريج بيبقى فيه عملية دمج بين مسار أكاديمي والمسار المهني. احنا عايزين الخريج دلوقتي يختلف، لأن جامعات الجيل الرابع ومجتمع الأعمال والذكاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي بتتطلب خريج بيفكر خارج الصندوق.